أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين كان أبرز الموضوعات التي تطرق لها برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. كما رافق البرنامج عبر الهاتف الأب فرح حجازين كاهن رعية الرميمين للاتين الذي فند الوضع الراهن لعلاقة الكنائس مع بعضها بعضا. فإلى هناك تحدثنا عن مفهوم الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، وطبعا أنت عارف اللغط اللي بيصير بالمفهوم ومعنى الصلاة من أجل الوحدة شوية هيك الناس ما خدته بشكل طبعا مش واقعي أحيانا وغير منطقي، فبدنا نحكي للمشاهدين ومتابعين على صفحتنا وعلى نورسات إنه ما معنى الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. اتجاه العالم المعاصر نحو الوحدة على كل المستويات، سياسة، اقتصاد، تجارة، اتحاد بنوك، اتحاد مؤسسات، اتحاد شركات، لما في الوحدة من قوة وتحقيق مصالح ومكاسب لكل الأطراف. للأسف لا نرى مثل هذا الحماس عند رؤساء الكنائس المختلفة لتحقيق وحدة الكنيسة. هذه الوحدة الغالية على قلب يسوع، ومن أجلها صلى في العشاء الأخير: يا أبت القدوس احفظهم باسمك الذي وهبته لي ليكونوا واحدا كما نحن واحد، ليؤمن العالم بأنك أنت أرسلتني. إن أبناء الظلمة للأسف هم أحكم من أبناء النور في هذا الميدان. إن واقع الكنيسة الحالي مؤلم ومريض جدا عندما نرى كنيسة المسيح وقد تجزأت وانقسمت إلى مئات لا بل آلاف الكنائس، تركض كل واحدة منها وراء مصالحها الخاصة. إن الانقسام في كنيسة المسيح هو سبب شك عند الأمم وحاجز لهم من الدخول في كنيسة المسيح، إذ يقعون في الحيرة أمام الكم الهائل من الكنائس فيحتارون أيها يختارون وأيها تنطق بالمسيح وأيها كنيسة المسيح الحقيقية. إن الانقسامات تضعف الكنيسة، فبدل من أن تتجه نحو العمل المشترك في تبشير العالم تتناحر بعضها مع بعض حول الأمور الدنيوية وتنسى غايتها ورسالتها في العالم، حيث يجب أن تتكاتف الجهود وترص الصفوف وتصفى القلوب وتقدس النفوس وتجند الطاقات في خدمة الهدف ألا وهو اذهبوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. النقطة الثانية: الأسباب التي أدت إلى تردد الوضع في كنيسة المسيح. أولا الشيطان الذي عنه قال السيد المسيح في مثل الزؤان: هو الذي يزرع الزؤان، زؤان الانقسام في كنيسته. هو الشيطان الذي عنه قال السيد المسيح للقديس بطرس: أن الشيطان قد طلب أن يغربلكم كما تغربل الحنطة، ولكني صليت من أجلك وأنت متى عدت فثبت إخوتك. السبب الثاني هو حب الأشخاص على حب المسيح. نتعلق بممثلي الكنائس من بابوات وبطاركة ومطارنة أكثر مما نتعلق بشخص المسيح، وقد دب مثل هذا الفساد حتى في كنيسته الأولى، إذ كتب القديس بولس إلى كنيسة أهل كورنثوس قائلا ومحذرا: أناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تكونوا جميعا على وفاق في الرأي، وأن لا يكون بينكم شقاق، بل كونوا على وئام تام، لكم روح واحد وفكر واحد، فقد أخبرنا عنكم أيها الإخوة حشم خلوة أن بينكم خلافا، أعني أن كل واحد منكم يقول أنا مع بولس وأنا مع كولوس وأنا مع صخر وأنا مع المسيح. أترى المسيح انقسم؟ أبولس صلب من أجلكم أم باسم بولس قبلتم المعمودية؟ السبب الثالث حب الكراسي على حب رسالة المسيح. مثل ما كان الرسل يتقاتلون فيما بينهم على الكراسي ونسوا رسالة المسيح، أتألم المسيح لذلك. ذلك نرى في أيامنا هذه حب الكراسي أحب إلى بعض المسؤولين من مصلحة كنيسة السيد المسيح. ألم يتنازع تلاميذ المسيح فيما بينهم على السلطة وحب الكراسي؟ فها هم يسألون يسوع:
من تراه الأكبر في ملكوت السماوات؟ وها هي أم ابني زبدة يعقوب ويوحنا تطلب الولديها المناصب. مر أن يجلس ابناي هذان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكوتك. وها هم التلاميذ يقتاضون من الإخوة. فهدأ يسوع الوضع وقال لهم: من أراد أن يكون كبيرا فيكم فليكن لكم خادما.